صندوق صحيح. أبو ظبي يتيح للمواطنين من أصحاب الأعمال والمهن الحرة التسجيل في نظام التقاعد اعتبارا من اليوم 1 مارس 2022، ما الهدف من إصدار الصندوق لهذا القرار؟ طبعا أكيد الهدف في إصدار هذا القرار سعي ودعم لحكومة الإمارات اللي دائما تدعم المواطنين وتسعى دائما في تلبية متطلبات المواطنين هذيل، وتراعي كل الأمور اللي فيها دعم الحكومة وفيها مصلحة للمواطنين. ممتاز. إذن هناك منافع ستعود على هذه الفئة من المواطنين إذا قاموا أكيد. بتسجيل أنفسهم في صندوق أبو ظبي للتقاعد من ضمن نظام العاملين لحساب أنفسهم، فما هي هذه المنافع يا ترى؟ طبعا اليوم نحن أول شيء نبدأ بتعريف العامل الحساب نفسه. إذا نحن بنعرف منه العامل الحساب نفسه، بنتكلم عن المواطن، أي مواطن اليوم عنده نشاط خاص سواء كان نشاط تجاري أو كان صناعي أو زراعي، وهذا النشاط طبعا لازم يكون مرخص من دار التنمية الاقتصادية أو غيرها من الجهات الاختصاص اللي يصدرون الرخص لمثل هذه المهن. طبعا الهدف الرئيسي إشراك هاي الفئة من العاملين لحساب أنفسهم وإدراجهم كأي مواطن اليوم يعمل في الدولة، وكأي موظف مواطن يحق أنه يتسجل في صناديق التقاعد. المنافع اللي بيحصل عليها شو هي؟ المنافع اللي بيحصل عليها طبعا اليوم المواطن هذا إذا تسجل معانا في صندوق أبو ظبي للتقاعد بإمكانه أنه هو يحصل على مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته، يحصل على المعاش التقاعدي في حال مدة أهله للمعاش التقاعدي وتوفرت فيه الشروط. طبعا بإمكانه يشتري مدة خدمة اعتبارية يحق له أنه يضم خدماته. فاليوم المنافع اللي بتعود على العامل الحساب بنفسه هي نفس المنافع اللي كانت تقدم للمواطن اللي يتسجل في صندوق أبو ظبي للتقاعد. ممتاز ممتاز. في فئات محددة دون غيرها يشملها هذا القرار؟ الفئات اللي يشملها هذا القرار فقط العامل الحساب نفسه اللي هو مالك للشركة، مالك للنشاط التجاري أو الصناعي، أو مالك للنشاط الزراعي. اللي ما عنده من الأساس أصلاً يعني حساب اشتراك في صندوق أبو ظبي للتقاعد، صح؟ نعم هي. نعم. يعني ما يصير أني أنا موظف وعندي في نفس الوقت بالإضافة لوظيفتي العامة مثلاً عندي عمل خاص حر. صحيح. ما يصير أسجل مرتين، لا يجوز هذا الأمر. لا يجوز، لأن اليوم نحن نعرف قانون التقاعد اليوم ما يجوز المواطن الواحد يكون عنده اشتراكين معانا في صندوق أبو ظبي للتقاعد. فاليوم إذا هو كان مواطن ويعمل لدى أي جهة حكومية تابع للصندوق، فهني إذا كان عنده أي شركة أو عقار أو نشاط ما يقدر يجمع بين هذا النشاط وبين عمله الحالي في الجهة اللي تابعة للصندوق. طيب. ولكن إذا ما كان موظف نعم يقدر أنه يستفسر. طيب، في جزئية قد تكون يعني نقطة استفهام أو استفسار بالنسبة لبعض المواطنين اللي عندهم المنشآت على اعتبار أنه هو صاحب المنشأة ولكن عنده موظفين غير مواطنين، فالحديث هنا موجه للمواطن نفسه صاحب المنشأة ومن يعمل لديه من المواطنين، صحيح؟ نعم نعم. كم قيمة الاشتراكات التقاعدية وعلى أي أساس يتم احتسابها؟ اليوم طبعا آلية ونظام اشتراك هذه للمواطنين العاملين لحساب أنفسهم، طبعا في البداية نوضح أن احنا اليوم العامل لحساب نفسه حددنا له 20 شريحة مختلفة الدخل. تبدأ اليوم معانا من 12750 كحد أدنى و200,000 كحد أعلى. فاليوم المواطن يقدر يختار من العشرين شريحة أي شريحة تتناسب مع الدخل الشهري اللي متوفر عنده. فمثل ما قلنا يعني المينيمم عندنا 12750 والحد الأقصى عندنا 200,000. هذا المقصود فيه الحد الأدنى والأعلى هو الراتب صحيح الشهري اللي يستلمه؟ نعم، الراتب الخاضع للاستقطاع اللي احنا نسميه الراتب اللي يدخل في الاشتراك مع الصندوق. أقل اشتراك يكون 12750 وأعلى اشتراك اللي هو الراتب الخاضع للاستقطاع يكون 200,000. يعني على سبيل المثال اليوم نحن إذا كان الشخص راتبه 200,000 فاليوم هو يسدد 20% من 200,000، يعني يكون ما يقارب 40,000 شهريا اشتراك مع الصندوق. ممتاز، 40,000 شهريا في سبيل أنه يحصل مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى المعاش التقاعدي، صح؟ نعم نعم. هي طبعا نقول مكافأة أو معاش بناء على المؤهلات والشروط. أي طبعا. نعم. مثل يعني ما يتم تنفيذه حاليا في المؤسسات سواء كانت العمل الخاص. نعم. صحيح. طيب، من يتحمل باقي نسبة الاشتراكات اللي سمعنا 26% تتحملها الحكومة، 6% و20% صاحب الحساب نفسه؟ صحيح، اليوم الاشتراكات بشكل عام عندنا 26% مثل أي مؤمن عليه اليوم مشترك مع أي جهة تابعة لصندوق المعاشات. فال20% يتحملها صاحب العمل اللي هو العامل الحساب نفسه،
و6% تكون مساهمة الحكومة السنوية. طبعا هاي دعم من الحكومة لأصحاب العمل والمهن الحرة اللي تساهم في دعم النمو الاقتصادي، تضمن مبدأ المساواة والعدل اليوم بين القطاع الحكومي وبين القطاع الخاص، وتوفر لهم نفس المنافع اليوم اللي يتمتع فيها المؤمن عليها اللي مشترك معنا. ممتاز. وفي نفس الوقت هم يعني يشكلون أيضا جانب من جوانب الدعم للاقتصاد المحلي، لأن في النهاية شراكاتهم هذه يعني تستثمر أكيد بلا شك، تنفع الاقتصاد المحلي. نعم. هناك شروط محددة للتسجيل بالنسبة لأصحاب العمل؟ أكيد، أي تسجيل مع الصندوق حسب القانون له شروط. اليوم نحن العاملين لحساب أنفسهم من أهم الشروط اللي نتطرق لها، العمر لازم ما يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن سنة لإحالة للتقاعد، اللي هو للرجل 60 سنة والمرأة 55 سنة. الشرط الثاني عندنا أنه لازم يكون لائق صحيا، اليوم يوم بيسجل معاي كعامل حساب نفسه لازم يكون لائق صحيا، حالة حال أي مؤمن عليه يتسجل معانا ويكون من مواطنين دولة الإمارات. والشرط الأخير أنه ما يكون أي مؤمن عليه أو متقاعد في أي من صناديق الدولة، مثل ما تطرقنا أن الشخص ما يكون مؤمن عليه وفي نفس الوقت عامل حساب نفسه. بطلبون عليه أوراق ثبوتية، ما يتعلق طبعا بشهادة لياقة صحية، ما يتعلق بشهادة راتب، بالإضافة إلى الأوراق الثانية الثبوتية، جواز سفر، بطاقة هوية، صح وغيرها. اليوم نحن أهم المستندات اللي نطلبها على المؤمن عليه، طبعا نطبقها بنفس الطريقة على العامل لحساب نفسه. فقط يقدم المستند الرسمي والرخصة التجارية اللي تتكلم عن النشاط اللي مارسه أو المهن الحرة اللي بيسجل عنها. اثنين، تقديم إقرار إثبات الدخل، إثبات الدخل على النشاط اللي مارسه، لأن اليوم هو بيختار شريحة، مثل ما تطرقنا إن إحنا عندنا 20 شريحة، فيوم بيختار الشريحة طبعا أكيد بيختار الشريحة اللي تتناسب مع دخله، فلا بد انه يوقع اقرار ان اثبات الدخل اللي هو بيشارك فيها في الشريحه. ايه ممتاز. نعم. ما يتعلق بكيفيه الاشتراك، اليوم بداتوا الاشتراك تقبل الطلبات، ولكن كيف؟ هل عن طريق التواصل المباشر ولا عن طريق وسائل اخرى؟ اليوم طلبات يقدرون يقدمونها الإخوان أو العاملين لحساب نفسهم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، بالإضافة للحضور شخصياً إلى مقر الصندوق بحكم أن الخدمة الجديدة أطلقناها جديدة، وأكيد عندهم استفسارات ولأول مرة تطبق، فأكيد بتكون عندهم وايد استفسارات. طبعاً نحن حطينا كل الاستفسارات في الموقع الإلكتروني من ناحية أهم البيانات، المستندات، الأسئلة أكثر تكراراً، طريقة التسجيل، خليناها عملية سهلة جدا. طبعا أصدرنا كتيبات في هذا الموضوع، فحاولنا قد ما نقدر أن احنا نغطي جميع الجوانب اللي ممكن يسهم في رفع الوعي عند العاملين لحساب أنفسهم، لكن ما في ما يمنع إذا الشخص عنده استفسارات أخرى أو ما قدر يعني توضح لأي معلومة موجودة اليوم في الموقع الإلكتروني يقدر يحضر شخصيا لمقر الصندوق. ممتاز. السؤال اللي يطرح نفسه، متى يستحق الشخص صاحب الحساب المعاش التقاعدي؟ هل نفس يعني اشتراطات الاستحقاق بالنسبة للموظفين الآخرين عند بلوغ 60 أو 35 سنة أو ما شابهها؟ صحيح، اليوم اللي ينطبق على العاملين لحساب أنفسهم هو نفس اللي ينطبق على المؤمن عليه العادي، اللي هو شروط استحقاق المعاش التقاعدي. اليوم نحن عندنا المادة 27 في القانون بتوضح أهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، مثل ما تفضلت اللي هي 15 سنة للمرأة المتزوجة، عندنا 10 سنين مع عمر 60 سنة، عندنا مدة 25 سنة. أهم الشروط اللي هو عدم اللياقة الصحية، لا سمح الله الوفاة، القرار التأديبي، الأمور هذه كلها اللي تطبق في المادة 27 على المؤمن عليه يطبق على العامل لحساب نفسه. ممتاز. طيب، الحد الأعلى للاشتراك 200,000 درهم. صح. البعض يسأل يقول بعض المواطنين عندهم منشآت اقتصادية أو شركات ما شاء الله مدخولاتها أكثر من 200,000 درهم، فهل يحق لهم الاشتراك ولا ما يحق لهم الاشتراك في النهاية؟ اليوم حسب القانون إن الحد الأعلى اللي يجوز الاشتراك طبعا سابقا كان 60,000، وبعد ما صار تعديل القانون إحنا رفعناه ل 200,000. فبهالطريقة نحن فتحنا مجال أكبر للي عندهم أنشطة والقطاع الخاص إنهم يشاركون معانا، فكان الحد الأعلى اللي هو 200,000. على سبيل المثال إذا هو راتب 250 أو 300 ما يقدر يتسجل معاي كاشتراك إلا على 200,000. طيب، إذا أنا صاحب منشأة أنا بحط الراتب لنفسي، فبالتالي هل يجوز أني أضع الراتب وأحدده لنفسي أنا وأقدمه لكم يعني بناء على إثبات المطلوب، ولا في تدقيق في هذه المسائل؟ هو موضوع تحديد الراتب أكيد هو راح يوثق في عقد. اليوم أي مؤمن عليه يتسجل عندي أو عامل حساب نفسه هو في عقد، اللي هو أنه كمالك وهذا راتبه، وأكيد بيكون في تدقيق على هذا الموضوع.